مظلوم كربلاء. غريب كربلاء يا عزيز الزهراء الإمام الحسين، نتذكر الإمام عليه السلام في كل فاجعة في كل مصيبة، نتأسى بالإمام الحسين. وهي من صفات أهل الإيمان، يقول الشيخ حسن الدمستاني، من صفات أهل الإيمان أنهم يقصرون دموعهم على الإمام الحسين سلام الله عليه وعلى أصحابه. مولاي يا أبا عبد الله، ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا ركب برغم العلا فوق الثرى نزلوا، وقد أعد لهم في الجنة النزل، تنسي المواقف أهليها مواقفهم، تنسي المواقف أهليها مواقفهم بصبرهم في البرايا. يضرب المثل بقوا يزهرون على واهجة الرمضة، لا مغسلين ولا مكفنين. سل كربلاء كم حوت منهم هلال دجى، كأنها فلك للأنجم الزهر، فيا لنجوم في الثرى صرنا أفلا، فيا لنجوم في الثرى صرنا أفلا، وأقمار سعد غبن في طف كربلاء. فمن قائلا للطهر فاطم معولا، أفاطم لو خلت الحسين مجد. نعم جاوب. وقد مات عيا عطشانا بشاط فرا، يا مظلوم قضى وسيف الشمر أرواه ورده، أيوا حسينا وإماما قضى وسيف الشمر أرواه ورده، عفير المحا أي ممكن فيه حده، فلو نظرت عيناك في الترب خده، إذا للطيم تلخد فاطم وأجريت دمع العين في الوجنات. نعم كربلاء كل مصيبة كل فاجعة نتأساها في كربلاء. الإمام الحسين فقد شبان، فقد أولاد، فقد رضعان، وقف عليهم مجزرين كالأضاحي،
على بوغاء كربلاء لا مغسلين ولا مكفنين يؤنون أنينا يقطع القلوب كأن الإمام يخاطبهم يا شبان يا شبان بالله لا تونوا يا شبان شبان فقدناه شبان فقدناهم كانوا بين ظهرانينا معنا يشاركنا في كل شيء الآن هم غيبوا تحت التراب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته اي والله يا شبان بالله لا تمنون تقطعون قلبي من تلوجو الإمام يشوفهم وهم في آخر رمق من حياتهم شلون يودعهم الإمام ينظرون إلى الإمام بنظرات الإمام يتقطع قلبه حينما يراهم بهذه الحالة يا شبان يا شبان بالله لا تودنوا تقطعون قلبي من تنوحون عرايس على الغبرة تناموا اي والله عرايس على الغبرة تناموا اي والله بفيض الدم كلكم تسبحون بفيض الدم كلكم تسبحون يا وصفة يا وصفة حانت الأقدار بيهم الله اختارهم الله سبحانه وتعالى هو من اختارهم إلى رضوانه يا وصفة يا وصفة يا حانت الأقدار بيهم طاحوا عثر اسم الله عليهم اي والله طاحوا عثر اسم الله عليهم ألف يا حيف ما حد وصل لهم ألف يا حيف ما حد وصل لهم غير حسين اجوا الكون مغبور يا ولي من اللي فالمظلوم يمهم شلون شاهدهم الإمام الحسين كيف رأهم هذا مكبوب على حر وجهه هذا ملقا على يمينه ذاك ملقا على شماله يا ويلي من لف المظلوم يمهم وعاينهم على التربان كلهم وعاينهم على التربان كلهم شلون شاهدهم الإمام مغسلين يعني مكفنين وعاينهم على التربان كلهم عرايا وغسلهم فيض دمهم آم جذب حسرة وعلى أصحابه تحسر اي والله جذب حسرة وعلى أصحابه تحسر شلون يخاطبهم الإمام الحسين يقلهم يا شبان يا شبان يا شبان يا نجوم المخيم يا شبان يا نجوم المخيم ويا بدور اشرقت كلها بحر دم عليهم يا هو الغرب دنسام
بلكة تروح عنهم فاحة الحر، اي والله بلكة تروح عنهم فاحة الحر. رآهم بأبي ونفسي بعدها قطعت رؤوسهم، علت على أسنة الرماح. يا ويل الروس يا ويل الروس شالوها على الزاد، يا ويل الروس شالوها على الزايان، ولعبت خيلهم على الجثث ميدان، اي والله ولعبت خيلهم على الجثث ميدان. نجوم تموج من دمها بغدران، نوبة تطفح ونوبة تغور، اي والله نوبة تطفح ونوبة تغور. كيف نظر الى القاسم شباب كربلاء عريس كربلاء، يقولون في ساعة زفافا ذبح جسام، يا مصارت عليه شلون ضجه وسط الخيام، ومن شافة رمل الحزين مطبر الام، صاحت يا عقلي شهل عرس لك شر علي. بعد نظر الى ولده علي الاكبر، لكن ما ادري، يقولوا علي الاكبر كان حالة خاصة بالنسبة للامام. كيف رآه الإمام؟ رآه وقد قطعوه إربا إربا، مبضع بضربات السيوف وطعنات الرماح. أويلي يقولون الأكبر قطعوا جملة وصالة، يقولون الأكبر قطعوا جملة أوصاله، وحسين من عظم البلا ما قدر شاله، ومن وصل صوت العقيل اندهش باله، محتار يبكي لو يرد للهاشمية. بعد يقولون عباس ذبح صوب الشريعة، وحسين ظل يبكي على جفوف القطيعة، وضاقت عقب عين الوديعة شلون ضيعة. سأل تراه أبعد الندى والدمع ينهمله، عن معشر ها هنا عهد بهم نزلوا، اين استقلوا عن الاوطان وارتحلوا، بالامس كانوا معي واليوم وخلفوا في سويد القلب نيرانا، ندر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا. ورحم الله من أعاد لروحيهما الفاتحة.